لولا تدخل السيد الوزير لكانت البعثة هذه النصف، وكانت ظروفنا أصعب في التكفل، لكن بمجهوده ونحن نشكره لأن الدولة الجزائرية كلفته بهذه المهمة ونجح فيها، استطاع أن يجعل المهمة لكافة البعثة بعددها الأمثل. فهذا العدد يعني سعيه كان أن يكون التكفل أحسن بالحاج، مش لمضاعفة العدد لمضاعفته، لا، كان فقط لمساعدة الحاج والوقوف بجانبه. فأنا أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم للوقوف بجانب الحاج والحاجة نقولوا، لأنهم يكونوا في ظروف صعبة، ولاحظنا في بعثة العام السابق الكثير من الحجاج الذين تاهوا والذين ضاعوا والذين يعني ربما البعثة تدخل، لكن احنا نطلب منكم ان تكون لكم هذا الصبر الكبير امام الحاج الجزائري، وعدم ربما اخذه بصورة نرفزة، قال يا ودي انت علاش رحت منا وجيت، الله قال الظروف صعبة، يجب ان يكون انا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ادعو الى سبيل ربك، هذا دعوة الى الله، دعوة الى السلام، دعوة الى الدين، فما بالك انك تدعو الواحد باش تقول له ها وين تروح الطريق، وهاي المكة، ها وين الشعائر، ها وين تروح الميدان، ها وين تروح، خاصة لما يخرج من 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 النفرة الأولى من الحج ويروح المزدلفة، والله يضيعوا بزاف الجماعة. فنحن نجعل منكم أنتم السند للتكفل، سواء كان باسم المرأة أو باسم الرجل، هذا هو الأساس. ثم تمثيل الجزائر، تمثيل الجزائر أمام الجاليات الأخرى. أنتم لاحظتم أن السنة الماضية كانت لنا رسالة شكر من السلطات السعودية على البعثة الجزائرية في المجال الطبي، في مجال الحماية، في كل المجالات، فيتوجب هذا أن نضاعف هذا الشكر، يجب أن نمثل الجزائر تمثيلا أساسيا. ثم النقطة الأخيرة وهي النقطة المتعلقة بحجكم، أنتم ستحجون أيضا، وفرصة في 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 هذا الحج لما يكون الواحد في بيت الله أنه أيضا يستفيد من الأجر، أنه يقدم خدمة للحجاج ويحج، يعني راح يأخذ عصفورين بحجر واحد، فهذا أظن أنه جانب، وسيكون عملكم يعني صعب يعني هذا أكيد، لكن مثل ما يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وذكر وعباد الرحمن، انتوا هما عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبه الجاهلون قالوا هذا السلام، الذي أطلبكم أن تؤدوه عندما تكونوا في البيت المقدس وخدمة لهذه البلاد، تحتاج أن يكون رأس الجزائر مرفوع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.